كاين ارتفاع. هذا الارتفاع في البيض اللي بان، وبالنسبه لمواد واحده اخرى ما بانش، لان كنعرفوا بان البيض هو واحد الماده اللي كيستهلكها المواطن الضعيف، المواطن المتوسط، جميع شرائح المجتمع. الا كان الناس كيردوا البال الثمن ديال البيض هذا، كيعبروا على مدى الحب ديالهم لهذه الماده ومدى الاهميه ديالها في الغذاء اليومي ديال كل نهار، لان كنعرفوا بان البروتينات من اصل حيواني قلالين بزاف المواد الغذائيه، وهي اللي عندنا نسبه عاليه فيها. كنقولوا بان البيض واحد الماده اللي كيمكن له ياكلها الطفل الصغير، كيف يمكن لها ياخذها الشيخ، كيف يمكن له ياكلها الرياضي، كيف يمكن ياكلها الانسان اللي بغى ينقص حتى من الوزن ديالو. هي ماده ديال جميع شرائح المجتمع. الا قلنا ثمنها ارتفع، راه ثمن ارتفع بنسبه ضعيفه بالمقارنه مع المواد الاخرين. حنا التكلفه ديال المواد الاوليه كلها، كاين الماده اللي الثمن ديالها تضرب في جوج، كاين الماده اللي تضرب في ثلاثه، البيض ما تضوبلش الثمن ديالو، مازال الثمن ديالو معقول، ومازال الثمن ديالو عنده يمكن له يدير تنافسيه، واخا هو واحد الماده اللي ما كاينش اللي ينافسها، مازال ماده ديال المواطن الضعيف، المواطن المتوسط، وجميع شرائح المجتمع. احنا عندنا امل كبير ان شاء الله في انخفاض المواد الاوليه، بالضبط الى انخفضوا المواد الاوليه هذه نقدروا نزيدوا في الانتاج، وإلا زدنا في الانتاج هذه نخفض الثمن. هذا هدف ديالنا كاملين، لان احنا قبل ما نكونوا منتجين احنا مغاربه، وحنا اولاد الشعب اللي كنحسوا بالمواطن المغربي، لان كنعرفوا بان جميع الموظفين ولا العمال الثمن ديال الصالير ديالهم ما تبدلش، والتكلفه ديال الحياه اليوميه ارتفعت، الله يكون في العوال الجميع. ولكن كلنا عندنا فخر كبير بان الحمد لله جميع المواد منتوجه في بلادنا، وهذا كيبقى فخر لسيدنا والتعليمات ديالو والعمل الكبير ديال جميع شرائح الناس في المغرب.